إلى الساحل الشرقي الدكتور علي البسام من الشرقية. حياك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نعم تفضل تفضل دكتور، كذا برضو تحكينا عن بعض العادات اللي كانت تقام في منطقة الشرقية بشكل كامل عند استقبال الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أولا أرفع أسماء التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين ولجميع المسلمين، وكما ذكر أخينا وزميلنا الدكتور عبد الله النيف، عيد السنة هذا عيدين حقيقة بسلامة خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى. الحمد لله. في واقع الحال بالنسبة لرحلة الحج التي تنطلق من المنطقة الشرقية، وكما يعني كحدود جغرافية، المنطقة الشرقية عندما نعتبرها من أبرز المدن فيها من الخبجي إلى يعني إلى الأحساء وجنوب الأحساء، صعبا نحدد يعني معرفة كاملة برحلة الحج من الشرقية. فهناك رحلة من الأحساء، هناك رحلة من القطيف، هناك رحلة من الجبيل، وكل هذه الرحلات طبعا تختلف في فترات زمنية مختلفة. في التاريخ القديم يعني في قبل وصول السيارات كانت هناك عملية ركوب القوافل التي تأخذ يعني مسيرة تتجاوز الأربع شهور حتى تصل إلى مكة المكرمة. طبعاً حدث نوع من التطور لمن يعني أنعم الله على هذه البلاد بالوحدة، هذه البلاد عندما أسسها الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، استطاع أن يوحد هذه البلاد تحت راية التوحيد. فأصبحت الرحلة ومع التطور الذي وصل إلى المملكة العربية السعودية ودخول السيارات إلى المملكة العربية السعودية، استخدمت السيارات كوسيلة من وسائل النقل لحملات الحج، والتي تسمى عندنا في المنطقة الشرقية الحملة داري. والحملة داري يقصد هو كما ذكره زميلنا الدكتور عبد الله السياري والدليل الذي يقود، طبعا هو هذه الحملة متخصصة سواء حملات من في الأفوف في المبرز في الخطيب، هناك رجال امتهنوا هذه المهنة يعني يقودون هذه القافلة قبل طبعا الإسفل، قبل أن يعني يتحدث الطرق الحديثة. فالطريق مثلا من الأحساء حتى تصل إلى مكة عن طريق النفود وعن طريق يعني النزول من هضبة نجد قرابة أسبوعين يزيد قليلا الحقيقة، وطبعا يعبرون طبعا من النفود إلى دهنا والنفود حتى يصلوا من جهة المدينة المنورة الحناكية حتى المدينة. وأنا أتكلم من منطلق يعني والدي رحمة الله عليه كان يعني ممن قام بنقل الحجاج في مختلف مناطق الشرقية سواء من الأحساء أو القطيف، وطبعا عن طريق السيارات القديمة التي كانت تسمى ماكات. والدي من حسن الحظ وطالع أنكم يعني أنا وافقت على الموضوع دون أعلم ماذا تريدون فيه بالضبط، ولكن أزودكم بالصورة للسيارات التي كان ينقل فيها الحجيج وهي مصير الوالد رحمة الله عليه. هذه أرجو أن تكون واضحة الصورة، هذه ما تسمى بالماك. نعم واضحة. هذه سيارة ماك، نعم، سيارات من بقايا الحرب العالمية. انقطع الاتصال مع الدكتور.